اهلا بكم مشاهدينا، بنجدد التحيه واللقاء في برنامج العياده على قناه الحياه. ولو فجاه حسيت ان طريقتك او عاداتك اليوميه في الحركه الروتينيه بدات انها تتغير للأسوأ، يعني مثلا بقى في صعوبه في الحركه، في المشي، في الاعاد، حسيت ان انت في الم مفاجئ في الركبه مثلا او عضلات الركبه، سمعت صوت طقطقه او طرقعه برضو في مفصل الركبه نتيجه تاكل الغضاريف، فده هنا معناه ان انت داخل على خشونه مفاصل. خلونا نعرف يعني ايه خشونه المفاصل، وليه بتحصل، وليه مع ناس معينه، وازاي نقي نفسنا منها، مع دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركه فيكس فارما. اهلا بيك يا دكتور علاء. استاذ ولي، انا سعيد جدا وجود حضرتك في برنامج العياده، شكرا ونتمنى ليك. ان احنا ان شاء الله تعالى نكون سبب في ان احنا الناس تخش العياده وتطلع ما عندهاش اي مشكله صحيه خالص ان شاء الله. ان شكرا شاء الله ليك يا تعالى. دكتور. الله يخليك يا رب. خلينا الأول نعرف التفسير العلمي لخشونة المفاصل، يعني ليه ممكن واحد يحس فجأة إن في حاجة مش طبيعية عنده في المفصل؟ بس خلينا الأول طب نعرف المفصل الأول ونعرف العظم. ما حضرتك قلت خشونة مفاصل، يبقى لازم نعرف المفصل وبعد كده نعرف الخشونة. عظيم. أولاً الجسم الإنسان عبارة عن هيكل عظم. إحنا بما إن إحنا النهاردة جايين نتكلم عن مشكلة تخص العظام، فلازم نقول العظام. العظام ده، الهيكل العظمي ده، هو المسؤول عن حماية الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان. وعلى فكرة المكون الأساسي في الهيكل العظمي هو الكالسيوم. زي ما اتعلمنا يعني الكالسيوم هو الاساس في تكوين العظام. المفصل بقى عباره عن ايه؟ التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه والغضاريف، ده بيسموه مفصل. مفصل كوع، مفصل حوض، مفصل ركبه، مفصل كتف، اي التقاء عظمتين ببعض عن طريق الاربطه والغضاريف ده بيسموه المفصل. ليه بقى بتحصل الخشونه؟ اللي بيحصل كالاتي، ان الغضاريف بتعمل ايه؟ بتعمل كانها مخدات عشان تمنح تهك العظم ببعضه. تمام. بين الغضاريف دي في سائل اسمه الهيرونيك اسيد، السائل ده هو اللي بيمنع احتكاك الغضاريف ببعضها. على فكره الهيرونيك اسيد ده من ضمن الحاجات اللي اوريدي الجسم بينتجها بصوره طبيعيه، ولكن مع مرور الايام والعادات الغذائيه الخاطئه والعادات اليوميه الخاطئه، الجسم بينتج بس مش بالكميه الكافيه انه يحافظ على المعدل ده موجود ما بين الغضاريف. ده لكل الناس يا دكتور؟ لكل الناس. لكل الناس. فايه اللي بيحصل؟ فيبتدي السائل يقل لحد ما يتلاشى. لما السائل يتلاشى اللي يحصل؟ الغضاريف تبتدي تاكل في بعضيها. الغضريف لما تاكل في بعضها الغضريف ما تبقاش موجوده، فيبتدي العظم يحك ببعضه، اللي هي دخلنا في المرحله الاولى من الدرجه الاولى من خشونه الركبه. خشونه. عشان كده حضرتك قلت في المقدمه صوت طقطقه. على فكره صوت الطقطقه دي انا بقول لك ان انت خلاص دخلت في خشونه. يبقى ما تستهونش بالطقطقه اللي بتحصل لك، حد راح يصلي، حد طالع سلم، لا، دي كده بقول لك انت دخلت معايا في خشونه الركبه. الحاجه الثانيه، هل المشكله موجوده؟ بقت موجوده وكبيره جدا. مشكلتها كمان حضرتك انت لو ما تعملش مع خشونه الركبه هتخش في تغيير مفصل، وما ادراك ما تغيير المفصل. حياتك اولا عمليه مكلفه جدا، ثانيا اسلوب حياتك هيختلف تماما. يبقى زي احنا جايين نتكلم في مشكله، هي مشكله كبيره. يعني مثلا على سبيل المثال حضرتك مثلا عندي مشكله في فقرات الرقبه. مشكله فقرات الرقبه ان هو ممكن تسمع في ايديه، ما يقدرش يقوم بالوظائف اللي هو المفروض يعملها. صحيح. الحاجه الثانيه ان هو كمان بيبقى مثلا ليها صداع مبرح جدا. على فكره الام العظم تيجي في المرتبه الثانيه بعد الام الاسنان. احنا بقى الهدف الاساسي من وجودي مع حضرتك النهارده ايه؟ ان انا مش عايز اوصلك للمرحله دي، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت وصلت للمرحله دي انا جاي النهارده اديك الحل. والحل هنا هتوفر فيه اربع حاجات. اولا اديك حاجه ذو كفاءه. الحاجه الثانيه الصاد افكت بتاعها يكاد يكون مش موجود، يعني انا بديك مكملات غذائيه. الحاجه الثالثه ان هي تتاخد بسهوله. الحاجة الرابعة يكون سعرها مور اوكونوميك. يعني ايه سعرها مور اوكونوميك؟ يعني سعرها يناسب جميع افراد الاسرة. عشان كده هنتكلم النهاردة على منتجات شركة بيكس فارم الخاصة بكورس على العظام. جميل. طيب احنا اتفقنا ان في حاجة اسمها المفصل وعندنا مشكلة في المفصل. يبقى اول حاجة النهاردة في شركة بيكس فارم بتقدمها للسادة المشاهدين اللي هو الجوينت بيكس، ومن اسمه حضرتك لو تلاحظي ان هو حاجة بتتعامل مع المفصل. ايه بقى قصة الجوينت بيكس ده؟ الجوينت بيكس ده عبارة عن خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. عباره عن كلوكوزامين وكوندروتين وهيرونيك اسيد، دول اول ثلاث حاجات. على فكره الجسم بينتج الحاجات دي بس هو اتفقنا في الاول ان هو اصبح لا ينتجها بالكميات الكافيه. يعني على سبيل المثال الهيرونيك اسيد تركيزه في جوينت بيكس 50 مللي جرام، وعلى فكره الجسم بيحتاج في اليوم من 50 ل 100، اللي هو السائل اللي موجود ما بين الغضاريف. الحاجه الثانيه في مكونات جوينت بيكس اللي هو الكلوكوزامين، تركيز الكلوكوزامين في الجوينت بيكس 500 مللي جرام، والجسم بيحتاج في اليوم 1500 بس هو اصبح لا ينتجها، بقى في عندنا مشكله في الاربطه. ثالث حاجه في مكونات الجوينت بيكس اللي المفروض الجسم بينتجها الكوندروتون، تركيز 100 مللي جرام. يبقى انا اول حاجه في الجوينت بيكس
انا اديتك ثلاث مكونات اوريدي الجسم بينتجهم بس اصبح ينتجهم بالكميه الكافيه. يبقى انا حددت لك صوره الحركه، لان السائل ده لما بيقل ما بتعرفش تتحرك زي ما حضرتك قلت في المقدمه. الحاجه الثانيه عالجت لك مشكله الاربطه والغضاريف اللي انت عندك مشكله فيها عن طريق الجلوكوزامين والكوندروتون. ثالث حاجه ان انا حافظت لك على صرامه العظام. هل جونت بيكس اكتفى بذلك؟ قال لك لا، انا حطيت لك معاه كمان مستخلص البرومالين ومستخلص الاناناس. بيعمل ايه؟ بعض الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في المفصل بيبقى عندها تورم في منطقه المفصل. فانا محتاج، اتفقنا احنا بنديك كورس السايد افكت بتاعه يكاد يكون مش موجود، يعني مكمل غذائي. فالبرومالين اللي هو مستخلص الاناناس مضاد للتورم. يبقى الحاجه الرابعه اللي بيعملها الجوينت ميكس ان هو مضاد للتورم، يعني اللي بيشتكي من تورم لما ياخد جوينت ميكس مش هيبقى عنده تورم. احنا كده لحد دلوقتي منتجين بنتكلم على، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على الجوينت ميكس بس، انا بكلمك لا والاناناس كل ده موجود في الجوينت ميكس، كل ده في نفس الكبسوله. احنا اتفقنا ان هو في خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. ايوه احنا دلوقتي اتكلمنا على اربع حاجات، هنتكلم على الحاجه الاخيره في الجوينت ميكس اللي هو مستخرز الجينجر ومستخرز الجنزبيل. حاجة كل الناس عارفة أو اللي مش عارف يكتب على جوجل هيقول لك إن أهم حاجة بيعملها مستخلص الجنزبيل اللي هو مسكن الآلام. هو الألم ليه بيزداد بقى في الـ في الـ في الشتاء أو في التكييفات العالية زي ما إحنا كده قاعدين في تكييف عالي؟ لأن أوريدي كمية الدم اللي بتوصل للعظم بتقل، لأن الجسم بيوجهها للأعضاء الداخلية عشان تقدر تقوم بالوظائف الحيوية. صحيح. عشان كده مستخلص الجنزبيل أو الجنجر بيعمل إيه؟ بيحسن من كفاءة الدورة الدموية، عشان كده بيسكن الآلام. يعني من الآخر الجوينت بيكس، سهولة الحركة، المحافظة على الأربطة والغضاريف، سلامة العظام، مضاد للتورم، الحاجة الأخيرة اللي هو مسكن الآلام. حليت لك مشكلة المفصل اللي هي مشكلة كبيرة. وعلي او على فكره ميزه المكملات الغذائيه انت ممكن تاخدها لو بتشتكي او عشان ما تشتكيش. لان على فكره منطقه اللي هو الام العظم عموما مش بتحصل فجاه، ده مرض تراكمي. يعني انت اهملت في غذائك وفي طريقه اسلوب حياتك لفترات طويله فحصلت المشكله عندك. فانا النهارده المكملات الغذائيه ميزتها ان انت ممكن تاخدها كحاجه وقائيه. احنا قلنا في بدايه الحلقه ان جسم الانسان هيكل عظمي، والاساس في تكوين الهيكل العظمي هو الكالسيوم. الكالسيوم علمونا في الكتب ان المفروض انك من الصغر بتاخد 3 وحدات من الكالسيوم من اللبن. هو اللبن هو المصدر الاساسي للكالسيوم. يعني حضرتك تشرب 3 كوبايات لبن او كوبايتين لبن وكوبايه زبده، ده ما بيحصلش. فانت عندك اوريدي مشكله ان انت عندك نقص في الكالسيوم. عشان كده دخلت لك بالمكمل الغذائي الثاني بتاعنا النهارده اللي هو زيت بيكس، اللي هو عباره عن الكالسيوم محطوط في صوره الكالسيوم سترين. طب وايه يعني محطوط في صوره الكالسيوم سترين؟ معظم الناس اللي بتاخد الكالسيوم يقول لك انا باخده وبيحصل عندي قرصه في معدتي. ليه بيحصل قرصه في معدته؟ لان الكالسيوم اللي موجود معظمه في السوق محطوط في صوره الكالسيوم كربونيت. عشان كده تلاقي بره في الاوروبيان والامريكان الكالسيوم محطوط في صوره الكالسيوم سيترات وبيدوك كبروتوكول بعد سن ال 40. يبقى انا النهارده حطيت لك سيدي زيت بيكس، حطيت الكالسيوم في صوره الكالسيوم سيترات، يبقى مش هيبقى عندك مشكله فين؟ في معدتك. اديتك المصدر الثاني من المكملات الغذائيه بتاعنا اللي هو الكالسيوم. بس هو في حاجه قبل الكالسيوم. حضرتك لو عملت تحليل النهارده فيتامين د لمعظم الناس هتلاقي عندهم نقص في فيتامين د. ايه علاقه بقى فيتامين د بالكالسيوم؟ فيتامين د هو المسؤول على امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. يعني انت لو عندك نقص في الفيتامين د، وعلى فكره هم بيسموه فيتامين الشمس، واحنا اصبحنا ما نتعرضش للشمس، احنا طول النهار في التكييف. تمام؟ واحنا ما عندناش اكتر من الشمس. احنا ما نتعرضلاش، لان المفروض انك تتعرض ساعه الصبح وساعه بالليل، وده ما بيحصلش. ايوه صحيح. فاذا النهارده انت عندك، لو انت بتاخد الكالسيوم بالكميات الكافيه وده برضه ما بيحصلش، بس هفترض انك بتاخده، بس عندك نقص في فيتامين د، هيبقى عندك مشكله في ترسيب الكالسيوم في العظم. صحيح. عشان كده دخلت لك بالمكمل الغذائي الثالث بتاعنا اللي هو الفيتي بيكس بتركيز 2000 وحده دوليه. على فكره احتياجات الجسم في اليوم من 2000 ل 4000. وده ما تلاقيني دايما بقول لحضرتك احتياجات الجسم، لان احنا لما جينا نعمل الكورس بتاع بيكس فارم حطينا حتى التركيز اللي الجسم محتاجه. يبقى النهارده اديت لك المكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو ايه؟ فيدي بيكس بتركيز 2000 وحده دوليه. يبقى انا كمان حليت لك مشكله فيتامين د. وفي السريع كده، ايه اعراض مشاكل نقص فيتامين د؟ تساقط في الشعر، كابه، مش عارف تنام، عندك مشكله في العظام، سمنه طبعا، كل دي يبقى انت عندك نقص فيتامين د. طيب لو انت عندك الاعراض دي يبقى بتاخد قرصين في اليوم.
لو ما عندكش الاعراض دي بتاخد قرص واحد عشان ما يجيلكش الاعراض دي او عندك نقص في هو ثانيه واحده يا دكتور، يعني احنا هناخد البروتوكول او الروتين بتاع الكورس قول لنا بالظبط من اول ما نصحى لحد ما نام الثلاث ما هو اصل الكورس كمان لسه ما خلصناش. ده لسه في حاجه، لسه في حاجتين. كريم المساج بتاعنا اللي هو روك باكس. ايوه، لان على فكره كريم المساج ده المفروض يبقى روتيني، خاصه انا بديك كريم مساج هو مكون من مكونات طبيعيه فمالوش اي اعراض جانبيه، حاجه طبيعيه جدا. عباره عن ايه بقى الروك باكس ده اللي هو كريم المساج اللي هتدهن منه مره الصبح ومره بالليل؟ عباره عن الكوليبتس، وعباره عن القرنفل، وعباره عن المنتول اللي هو النعناع. النعناع بيشتغل كمصدر ريلاكسانت، يعني باسط العضلات طبيعي. هنا القرنفل بيشتغل كمسكن ومخدر قوي جدا. الكوليبتس اقوى مسكن الالام. تمام. طيب يبقى انا اديتك النهارده كريم المساج وهو المكمل الغذائي الرابع النهارده من جوينت ميكس. اخيرا عندنا اللي هو بابا نويل الليله دي كلها هو القلب مالتي فيت. المالتي فيت ده عباره عن 13 فيتامينات ومعادن محطوطه في علبه واحده، عشان كده لما بقول ايه العلبه ما فيهاش فيل، العلبه فيها 13 فيل، وكل دول محطوطين في قرص واحد. بسرعه كده نتكلم على القلب مالتي فيت. عباره عن 13 فيتامينات ومعادن. زمان حضرتك لما كنت تحتاج اي فيتامينز تروح تشتريه من الصيدليه، يعني مثلا محتاجه زنك تروح تشتري الزنك عشان نحافظ على نضاره شعرك ونضاره بشرتك، وكمان ينفع من كفاءه جهاز المناعه. ده من ضمن مكونات القلب مالتي فيت اللي هو قرص واحد وتركيزه 23.9، وعلى فكره ده اعلى تركيز زنك موجود في السوق في اي مكمل غذائي. في فيتامين سي بتركيز 500 ملي جرام. فاكر حضرتك لو فقالك ان نروح نشتري من الصيدليه، انا حاطه لك النهارده في قرص القلب مالتي فيت. يعني احنا في بالفيتامينز دي بنتكلم ممكن كمان عن البرد وكورونا، لانه الزنك وفيتامين سي بيقوي المناعه. تمام. بيرفع من كفاءه جهاز المناعه نتيجه لوجود الزنك والفيتامين سي. تمام. الحاجه الثالثه مجموعه بي كومبلكس كلها مهمه، بي 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 12. على فكره 12 اللي هم مرضى السكر اللي كان بيكتب لهم، ده من ضمن مكونات القلب مالتي فيت، يعني مرضى السكر او الامراض المزمنه ياخد القلب مالتي فيت. طب بي 6 مسؤول عن عمليه التمثيل الغذائي، الناس اللي بتعمل نظام غذائي بتكب لها القلب مالتي فيت. كمان من ضمن مكونات اللي هو الفوليك اسيد. الفوليك اسيد ده دايما كان يتكتب لستات الحوامل، لان هي دايما بتعاني من نقص في الهيموجلوبين، والفوليك اسيد مسؤول عن عدم تشوه الجنين. تمام. ده برضو من ضمن مكونات القلب مالتي فيت. في موجود في الكالسيوم، بان احنا بنتكلم على كورس عضل، من ضمن مكونات القلب مالتي فيت. في اخر حاجه فيه اللي هو الكبر اللي هو النحاس، ان هو بيرفع من كفاءه جهاز المناعه ومصدر للطاقه وبيقلل من اعراض الشيخوخه. النهارده حضرتك سالتيني سؤال في منتهى الاهميه، طب ناخد الكورس ده ازاي؟ بما ان احنا اتكلمنا على خمس حاجات في الكورس ده، هو كلمه السر النهارده خمسه، ابتدينا بخمسه وبيعمل خمسه وهم خمس حاجات. حضرتك اول ما تصحى من النوم الصبح وتفطر، أيوة. تاخد القرص القلب مالتي فيت وقرص فيتا باكس لو انت مش بتشتكي من اعراض نقص فيتامين د. لو بتشتكي هتاخد قرصين فيتا باكس بعد الفطار، وخلي بالك القلب مالتي فيت هيبقى مصدر للطاقه. تيجي بعد الغدا تاخد الكالسيوم عشان ده مصدر للكالسيوم. تيجي بالليل بعد العشاء هتاخد قرصين جوينت ميكس لو انت عندك مشاكل في المفاصل، لو انت خايف يجيلك مشاكل في المفاصل هتاخد قرص واحد. جميل. وكريم مساج الصبح وبالليل. حتى لو انا مش حاسه بحاجه، يعني المساج بعمله حتى لو انا مش تعبانه. على فكره ميزه زي ما قلت حضرتك في الاول، ميزه الكورس ده ان هو مكمل غذائي. يعني ده ممكن يبقى روتين من اول ما سن 12 سنه. الناس اللي بتمارس رياضه، الناس اللي بتقعد على الموبايل فترات طويله، كل ده بيبقى عرضه ان هم يجيلهم مشاكل في المفاصل وفي العظم، اللي بتتعرض لتكييفات كتير. فانا بديك كورس مكمل غذائي كوقاي وكعلاجي. الباكج ده كله من 12 سنه ولا من 12 سنه؟ من 12 سنه. مش اي مشكله خالص. وما حضرتك صورت قلت سيره الباكج، فالنهارده شركه بيكس فارم عشان انا موجود مع حضرتك في برنامج العياده، ايوه، مقدمه اوفر. لو الساده المشاهدين هياخدوا كورس الشهرين هياخدوا ديسكاونت 20%. لو هياخدوا الكورس ثلاث شهور هياخدوا ديسكاونت 30%. حلو. وعلى فكره في فريق طبي متخصص بيرد على حضرتك عن طريق ارقام التليفونات اللي موجوده عند حضرتك، وكمان مصاريف الشحن مجاني. بشكرك جدا يا دكتور على الكبسوله الصحيه الجميله دي، حلت لنا كل حاجه الحقيقه، مفاصل وعظم وكالسيوم وفيتامين د وكل حاجه. شكرا ليك يا دكتور. دكتور علاء الدين احمد المستشار العلمي لشركه بيكس فارما. وكمان بنشكركم مشاهدينا، يا رب نكون افدناكم، ودايما خليكم معانا في العياده.